بعد اخر فيديو عملته في كتير عالم حكيوني برايفتلي، كانوا عم يسالوني طب انا صار لي سنه سنتين بقدم على فوق 100 شركه، ما حدا رد علي، ما حدا حكاني اصلا لروح على انترفيو، شو السبب؟ فانا حبيت اعمل اليوم هيدا الفيديو تنشوف فيري هاي ليفل شو الطريقه الخاطئه لانا اقدم على اشغال وشو الطريقه الصحيحه اذا انا بدي اقدم على شغل. حبلش بالطريقه الخاطئه. الطريقه الخاطئه اللي هي انا بلش من الاول، انا عندي سي في ابدا ما انه مزبوط، البريزنس تبعي على السوشيال ميديا بين لينكد ان وبين فيسبوك غلط، كل ما اشوف حدا حاطط اوبننج بقوم انا بعمل ابلود للسي في تبعي بقلب الايميل، لا بحط سبجكت للايميل لا بحط بادي. سو اذا هيدا الشركه طالبه 5 وظائف ما بيعرفوا نحن على شو مقدمين، لانه بس نبعث لهم السي في تبعنا اللي اوريدي باد كواليتي. واذا بحال هن كانوا عن جد بحاجه ودقوا لنا نحن ساعتها بنكون ضايعين ومش عارفين اي شركه نحن مقدمين عليها. هيدي هي الطريقه الخاطئه، وانا ما عم اقول اغلب العالم عم يعملوا، عم اقول شو الطريقه الصح شو الطريقه الغلط. بالنسبه للطريقه الصح اللي هي اولا بدل ما انا اقدم على 100 شركه انا بدي اجي اقدم مزبوط بطريقه صح على 10 شرك، وساعتها انا ممكن اكتر بكتير هيدول الشركات يحكوني من اذا انا اخذ هيدا السيفي ورشه على كل شيء في شرك طلعوا بوجه باخر فتره. الفكرة تبع المزبوطة، أول شيء أنا بشتغل على CV تبعي مزبوط، بتطلع على job description تبع الشركة. في كتير أشخاص ما بيعرفوا أنه في كتير software صار هلأ مش الـ HR صاروا بيفتحوا كل CV وبيشوفوه، بعض الشرك إيه بس في كتير software صار هو لحاله بيعمل detection بيشوف مين الشخص إذا هو مناسب لهي الوظيفة ولا لا. كيف هيدا الشيء بيصير؟ بالجوب ديسكريبشن بيكون في كيوردز كلمات معينين محطوطة ضمن شو رح يكون أنا مهامي بهيدا الشركة. بمكان تاني هيدا السوفتوير بيطلع هل السي في تبع هيدا الشخص في نفس الكلمات موجودين ايه او لا، هل السي في تبع هيدا الشخص بيتضمن ارقام اللي هن ريليتد لانا الاتشيفمنتس تعولي شو النجاحات تعولي، يعني انا طلعت قدرت زيد السيل يمكن مبيعات تبع الشركه ب 20%، قدرت انا خلص 10 مباني بما بعرف بسنتين. هول نوع الارقام اللي بيعمل لهم ديتكشن السوفتوير كمان بعلي لكم علامتكم او بنزلها. وبالتالي اذا انا كل سيفي تبعي عم قدمه هو ذاته وين ما كان بلا ما انا زبطه على اساس هيدا المتطلبات تبع الشغل، ممكن كتير انا ما اقطع للمرحلة الجاية. فرضنا انا زبطت السيفي تبعي، طيب كتير منيح. في شيء مفهوم متعارف عليه عالميا اللي هو ريفيرل غير واسطة. واسطة انا بالنسبة لألكم ديفينيسيون هو انا بستاهل او ما بستاهل بعرف حدا بوظفني. انا ما عم بحكي هون عن الواسطة، عم بحكي على موضوع ريفيرل اللي هو انا بعرف حدا بقلب هيدا الشركة وانا البروفيل تبعي بين السيفي بين شو شغل على حالي ببيض الوجه لدرجة هيدا الشخص بيقدر بيبعته هو بقلب الشغل تبعه لحتى للاتش ار تيقولون نشوفوا السيفي تبع هيدا الشخص لانه هو خرج. وعلى فكرة اغلب الشركات العالمية الموظف، يعني اذا انا موظفة بألف شركة بعتلهم حدا منيح باخد مصاري بيعطوني برسنتج لانه الشركات يعني كريفينج ناطرين يلاقوا الموظف الصحيح بالمكان الصحيح، سو بيدفعوا لموظفين عندهم اوريدي بالشركه ليجيبوا لهم اشخاص منيح. سو الريفيرال كيف هو بيصير؟ انا مفرضنا مثلا ما بعرف بدي اقدم على من احدى الشركات الكبار، بروح بفتش على لينكد ان، بفتش على اشخاص صاروا مور اور لاس اتليست صار لهم 3 سنين بهيدي الشركه بيشتغلوا، ببعث ل10 اشخاص. ليش انا الشخص المناسب بالمكان المناسب اللي هي سيميلر لكفر لتر كانه عم ببعثها سو فورم دو مساج لهول الاشخاص. توصل لهيدول ال10 صدقوني ماكسيموم واحد بيرد عليكم، يعني تبعتوا ل20 شخص بيرد شخص او شخصين بس، هول الشخص او شخصين يمكن ترجعوا تحكون على الفون هن بيرجعوا بيقدموا لكم على هيدي الشركه، او انتم حاطين حدا براسكم معين بتعرفوا انه هو كلمته ما بتصير 2 بقلب الشركه. بتطلع بشوف على اي كونفرنس على اي مؤتمر رايح يحكي هيدا الشخص، وين رايح، بحط اجنده انا كيف بدي اروح اقدم حالي لهيدا الشخص، شو بدي اطلب منه على القد. هيدول القصص كلها بدها تحضير، بس لما انا اعمل هيدول بعلي فرص كتير انه لاقي شغل. اذا انا بدي دل قاعد على محل على كرستي قاعد بس عم ببرم وقدم على هول السفيات بلا ما اتبع هيدي الخطوات املي اني لاقي وظيفه كتير قليل. الوظيفه مثل حي الله شيء تاني، انا لما اقدم سفيتي هيك كيف ما كان اعمل له ابلود تاخذ معي يمكن دقيقه
يعني انا استثمرت دقيقه لحتى الاقي الوظيفه، مش لازم اتوقع انا نتيجه لهيدا الاستثمار اللي هو دقيقه كتير عالي. بينما انا لما اتظبط السي في تبعي، الحق الاشخاص، ابعت لينكد ان، اقدم على كونفرنسز، انا عم بستثمر اتليست يمكن بيطلعوا اول ان اول شي يومين انا اجي اقدم على هيدا الوظيفه المعينه اذا مش اكتر. هيك صدقوني رح يكون احتمال انكم تلاقوا وظيفه اعلى بكتير. اللي رح نشوفه بالفيديوهات الجايه انه كل شقفه من هاي القصص اللي انا حكيتكم عنها رح نعمل لها ديتيلز، كيف انا ابعت الايميل، كيف ارجع احضر السي في تبعي، كيف ابعت المسجز للعالم على لينكد ان، كيف اذا رحت على كونفرنس كيف احكي معهم. كل هيدول حينعملوا ديتيلز بالنكست فيديوز، وبست اوف لك ان يور جوب ابلكيشن.